السلام عليكم، معكم سفيان من روكمار. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على هاد لا سيري هادي ديال جاكسون جي اس 1 اكس موديل مينيو. جيتار اللي تصنعت خصيصا للدراري الصغار والمبتدئين، ويقدروا يلعبوا فيها حتى لي جيتاريست اللي ديجا متعلمين، بحكم ان الرانج ديالها اللي سلسه في اللعب، وكذلك لو نومبر ديال لي كاز ديالها اللي هما 24 كاز. وكذلك هاد لا سيري هادي مناسبه جدا للناس اللي هما في تحرك دائم. هاد لا جيتار هادي كيشوف فيها جوج ديال لي ميكرو على شكل هامباكر اللي كيعطينا 3 بوزيسيون دو جو، وبوتونسيومتر طبعا ديال الفوليوم وديال طوناليتي. ويلا دابا نجربوا هاد لا جيتار.